السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم عيد من قناة ربحك. عندنا لأول مرة شوفنا، يا ريت تدعمنا بالاشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. لو عجبك الفيديو متنساش تدعمنا بلايك. النهاردة معانا موقع جديد لتعدين عملة الروبل. الموقع عدد المستخدمين فيه 457، اللي لسه جداد مبتدئين 400، يعني هما لسه الموقع جديد حاليا. الموقع آخر عمليات دفع وإيداع فيه 30 عملية. هنيجي من هنا نحط رقم محفظة البئير ونعمل تسجيل دخول. زي ما انتوا شايفين دي واجهة الموقع من الداخل. الموقع على الخطة المجانية لمدة 60 دقيقة، بيديك أقل من سنت. 24 ساعة بيديك 10 سنت. لمدة 30 يوم 3 دولار، يعني السرعة بطيئة جدا. من هنا دي الصفحة، من هنا الصفحة اللي احنا رافعين عليها الرئيسية. ومن هنا لو انت هتودع في الموقع بتحط المبلغ اللي انت عايزه، وفي آلة حاسبة تحت هنا بتقولك هتاخد قد ايه. يعني مثلا لو حطينا 10 روبل هيقولك في الساعة 4 سنت، في اليوم 1 روبل، في الشهر 30 روبل، لو حطينا 20 هيبقى برضه هيبقى الضعف، 8 سنت في الساعة، في اليوم 2 دولار 2 روبل، في الشهر 60، يعني الضعف على طول. ومن هنا السحب اهو، بتشوف المبلغ بتحطه هنا وتعمل سحب. المدفوعات هو من 1 روبل و2، بس بياخد 1 روبل و2 سنت. ومن هنا رابط الإحالة بتاعك اهو، بيديك 10% لكل واحد يودع في الموقع. احصائية الموقع من هنا، احصائية الحساب ولا ايه، هنحط 10 روبل في الموقع ونشوف انظامه. وأول ما يوصل ل1 روبل هنعمل لكم اثبات سحب، نقول لكم اذا كان الموقع كويس ولا لا. استظروا اثبات السحب، ولو حابب تستثمر استثمر، ولو حابب تشتغل على الخطة المجانية حاجة ترجع لك براحتك. هنعمل توجيه، هنعمل للروبل، هنقول له 10 روبل. تمام كده، تم الإيداع في الموقع بنجاح. هنخش على الصفحة الرئيسية بتاعتنا. زي ما انتوا شايفين السرعة بقت ايه، 1276. هنترجم باللغة العربية او المدة، زي ما قلنا لمدة 60 دقيقة. هو بيديك زيادة فوق ال10 روبل اللي انت بتحطهم، بيديك ازيد من ال10 روبل. يعني مدة الساعة تاخد يعني 5 قول 4 سنت ونص في الساعة، في اليوم هيبقى 1 روبل و10 سنت و25 من السنت، في الشهر 33 روبل. وبكده يكون انتهينا من الشرح. لو الفيديو عجبكم متنسوش تدعمونا بلايك، والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.